موعدنا الآن مع أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. تفضل. شكرا إلهام نمر، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مناخ الأعمال في مصر هو الأكثر تهيئة وجذبا للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا. المزيد في سياق هذا التقرير. بخطى متسارعة ورؤية واضحة استطاعت مصر أن تعيد ثقة المستثمرين كواحدة من أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتسهيلات. توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، حيث أنفقت مصر نحو 2.3 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال السبع سنوات الأخيرة في مجالات الطرق والكباري، السكك الحديدية، الكهرباء، مشروعات المياه والصرف الصحي، المواني والمناطق اللوجستية، المدن والمجمعات الصناعية. اتخذت مصر عديدا من الإجراءات لتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتهيئة المناخ الاستثماري، ومنها إنشاء وحدة دائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، تفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات في قطاعات مثل الطاقة الخضراء وصناعة السيارات، تخفيف الأعباء المالية اللازمة عن المستثمرين لإنشاء المشروعات، تقديم الحوافز المختلفة لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، اتخاذ أولى الخطوات للتحول نحو الرقمنة في إنهاء إجراءات التقاضي بهدف تعزيز مبادئ العدالة الناجزة، العمل على التوسع في منح حوافز ضريبية للمشروعات الاستثمارية المشيدة في المناطق والمدن الجديدة، جاري العمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة لتكون من خلال الإخطار عبر الإنترنت، تخفيض الحد الأدنى لإنشاء شركات الأفراد إلى 1000 جنيه بدلا من 50000 جنيه، إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للملكية الفكرية، إنشاء لجنة عليا لدعم السياسات الحياد التنافسي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز سياسات المنافسة بالأسواق، تهيئة المجال لعمل القطاع الخاص كانت أبرز توجهات الحكومة، فقد تم الانتهاء من الحوار المجتمعي بمشاركة أكثر من 350 ممثلاً عن القطاع الخاص حول المسودة الأولى من وثيقة ملكية الدولة وجاري تطوير الوثيقة في صورتها النهائية، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج لطرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتنشيط البورصة وبرامج دعم المنتجات المحلية ودعم المصدرين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل. أشار وزير البترول إلى أن مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمصر والاكتشافات الحالية بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادي ونقلها لأوروبا لتلبية جانب من الطلب. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة الشرق المتوسط التي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر جاستك 2022 المنعقد حاليا بمدينة ميلانو الإيطالية.
عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع وزير البترول والغاز الهندي شيري هارديب سنغبوري والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز. كما عقد وزير البترول اجتماعا مع مدير التحول الرقمي الذكي بشركة ساب للبرمجيات هدى منصور والوفد المرافق لها، حيث تم خلال اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب التي تعد شريكا استراتيجيا في تنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصري للتحول الرقمي. كما عقد وزير البترول لقاء مع مدير مؤتمر مونيكا مؤتمر OMC 2023 مونيكا سبادا، حيث تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك للإعداد لقمة المناخ COP27. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر جاستك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بنهاية التعاملات، وخسر رأس المال السوقي نحو 3,300,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 700,200,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10,329 نقطة متراجعا بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 10,232 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2,262 نقطة منخفضا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2,262 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3,239 نقطة ليهبط بنسبة 66% ليغلق عند مستوى 3,239 نقطة. الأسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات. أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي نحو 19.21 جنيه للشراء و19 جنيه و31 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19.97 جنيه للشراء و19 جنيه و9 قروش للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22.94 جنيه للشراء و22.07 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5.11 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، حيث قادت شركة التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين، وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي بنسبة 2.2%، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3%. وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعا عاما في المؤشر ستوكس الأوروبي الذي انخفض بنسبة 0.9% بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتوقف أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.